رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الإنسان المريض في رمضان رخص له الإسلام في الفطر، قال الله تعالى في آيات الصيام أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى المريض الذي أفطر في رمضان يقضي إذا برئ بعد رمضان، إذا عادت له عافيته يقضي اليوم. لكن المريض المزمن، المريض الذي لا يرجى برؤه، هو مريض على طول، بس مريض سكر ويحتاج بدرجة معينة أن يفطر، أو عنده غسيل كلى ويفطر، هذا مريض مزمن. يبقى هذا عن كل يوم يطعم مسكينا، في مقابل كل يوم أفطره يطعم مسكين. لكن السؤال، إيه هو حد المرض؟ وأي إنسان يمرض في رمضان يفطر ولا في حد للمرض؟ العلماء ذكروا أنه ليس كل مرض، يعني اللي هو نزلة البرد والأشياء الخفيفة أو صداع عارض، هذا ليس من الأمراض المبيحة للفطر، ولكن المرض اللي هو يؤثر في الإنسان وفي قوته وفي عافيته. وقالوا حتى لو أنه المرض يزيد بالصوم، يعني ممكن المرض يكون عادي بسيط يحتمل، لكن الصيام يزيده، فهذا أيضا من حقه أن يفطر، أو أن الصيام يؤخر الشفاء، إن أخر شفاءه أيضا يحق له أن يفطر. فإذا المريض الذي سيتأخر شفاءه يحق له الفطر، المريض الذي ستتضاعف حالته يحق له الفطر، ولكن هذا يقضي بعد رمضان عن كل يوم يوم، مقابل كل يوم يوم. أما المريض المزمن الذي لا يرجى برؤه أو المرض معه مستمر، نسأل الله لمرضى المسلمين جميعا الشفاء والمعافاة، فهذا يطعم، وعلى الذي يطيقونه فدية، يدفع فدية يطعم مسكين عن كل يوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.